نور الحياة سميتك بعدا زوينة نور الحياة. حتى انتي عشتي انتي درية صغيرة تزوجتي. تقاليد البلاد. تقاليد ديال البلاد. شمن المنطقة انتي؟ صفرو. صفرو. البنات خصهم يتزوجوا بكري تحيدوا من الطريق. خصوصا ملي ما يكونوش البنات في العائلة. اها كيفاش ما يكونوش البنات في العائلة؟ العائلة يعني ما عندهمش البنات. كاينة غير انتي. الوالد ديالي اللي عنده جوج بنات. اها. ولكن حنا قاصينا مع امي. اها. الوالدة كانت صعيبة بزاف. عاودي لي على داك كانت تدي لك تفتيش امك. تدخلي تفتشي وتخرجي تقلبي وعاودي لي على هذه القصة هذه. كنت كنقرا. اها. والوقت ما كنا في العربية ما كانش عندنا الطوبيس. كنت ساكنة في صفرو كاري اللي في بيت في صفرو كنقرا. العام اللي خرج فيه الطوبيس ردوني للبلاد. دار لاكارت ديال الطوبيس. ودار كتقراي لاباس. كنمشي ونجي. ايه. راكي عارفه الطوبيس ضروري ما يفوتك يا اما يجي معطل يا اما المهم الا تعطلتي تاكلي العصا. العشيه تجي غير تدخل تقول لك حيدي حوايجك تقلبك تقلبي. خطيره هاد القضيه. هادشي شمن عمرك كتعاودي دابا وكتبكي شمن عمر؟ هادشي كتعاودي دابا 12 عام. 12 عام الا مشى الطوبيس وتعطلتي دخلي تقلبي. وفهمتي شنو هي معنى التقلب؟ وفهمت وفهموا الناس بلا ما نشرح الواضحات يعني المفضحات. تقلبي ولات هي طبيبه نسائيه كتقلبك كل عشيه واش انت بنت ولا ماشي بنت. انا شرحتها لك هي هذه. هذا هو المعنى. صعيبه ياك. كل عشيه انت مشكوك في امرك. كل عشيه. كل عشيه انت ما كنتيش كتقراي علم الله فين كنتي. يعني كيفاش كبرتي مع ام كتشك فيك. معقده كتشك فيك. ما كانش عندي دخل مع البشر كاع. انا كنت نفضل نبقى بوحدي. ما كنت نخاف من اي حاجه. حتى الساعه اللي جا هذاك بغى يتزوج بيا ما بغيتش. في 15 عام. ما بغيتش نتزوج به. علاش؟ اي والله ما يسواش. لا ما يسواش. كيما فكروا هما دابا غير التفكير ديال لا ما يسواش. يعني غتقولي اللهم هذا كما بغى يكون سوا ولا ما يسواش ولا تتقلبي كل عشيه. غنهرب من امي طحت فيه هو كثر هو ما يسواش كثر. ما حيتاش ما يسواش. لانه هو ما مزيانش هو قتال هو يعني كانوا عندنا مشاكل في البلاد على الورد. وباك وامك غيشدوك ويلوحوك عند واحد قتال. هذا كان جابوا الوالد على حساب ديك المضاربه وديك الروينه اللي كانت واقعه عندنا في البلاد على الورط ما بين الوالد وخوه. جاب واحد يكون قتال نيت ونعطيه بنتي تنس معاه. با ما بغاش باش يوفر الحمايه. ما بغاش با. اها. با ما بغاش ذاك الزواج اعترض عليه با ولكن امي وخويا قالوا عليه باش يوقف معاكم نجوجوه نور الحياه. تزوجت لا فلوس الصداق لا والو من غير ذاك اللاكط. الساعة اللي درنا الكاغيط عند العدول وخارجين 15 عام شي تقول وخارجين قال لك وقول له باك عطينا بيت فين نلبسوا هذه الليله. مشينا دوزنا ديك الليله كحلاها اي وحده غادي تفرح. ليله كحله زعما راه هذاك مجوجه اي وحده تكون فرحانه. بالعكس انا باكيه شتي عند العدول راه كنشوف شي طريقه باش نسلت باش نهرب. وانا عارفه با غادي يشدني ولكن كنت كنفضل نهرب في ديك اللحظه. كذب عليك ملي جيت الناس فرحانين انا يا راس بتهم في الدار موجدين كلشي. انا راه باكيه. انت يعني عارفه الجحيم اللي غادا ليه. انا عارفه. عارفه اشتاق عارفه وما باغاش. ما كنتش ماشي الطريقه هذيك بالنسبه لي انا واخا كنت صغيره كنت فكري بعيد ماشي كنتش كنفكر بديك الطريقه. هما بداك الضغط ديالهم وصلوني حوايج ما كنتش كنقول غنديرها ولا غنخرجها. مشيت عشت معاه. واخا نور الحياه مازال قولي السميه عندك غير سميه زوينه. اما حياه ما زوينهش ياك. لا نور لا حياه بجوج. وكان غير ما سمونيش هاد السميات. شو سميتي شحال الوالد اللي سماني. شحال في هاد النور شحال في هاد الانسانيه والحياه وعميقه هاد السميه. ولكن ما تقتلوه. لا واحد الانسان عايش الحمد لله. كاين ربي سبحانه وتعالى. صعيبة. النهايه ديال القصه ديالك في الاخر انت ديالي الزواج. تزوجت الراجل ما كيخدمش انا كنخدم العقد هو كيديهم. اها كتخدمي عليه. كنخدم عليه كلشي كيجينا من الدار الزيت. في المجتمع ديالنا نور الحياه كنسمعوا شي عيالات يكونوا عندهم فليسات امكانيات والراجل ما خدامش ولكن هما عندهم. تتقول لك انا ماشي مشكل معايا راجلي نخدم عليه ما كاين مشكل. مهم معايا معمر عليا تنولدوا الاولاد بزاف الحاجات زعما الا كان هاد. لكن الا كان الراجل من النوع يعني اللي يستاهل. ماشي من النوع زعما لو كفوا اون بان وخدمتي انت ما كاين باس. لا سمحي لي. لا غادي تقيل كتخدم العقاد
تعمي عينيك ويجي يديهم هو يضيعهم بلاصه اخرى ويجيب اللي يزيدك التكرفيس والتكرفيس يعني ما كاين حتى شي كلمه زوينه ولا شي والو كاين حتى شي ربح مستحيل طلقتي وهربتي وزتي من تم لهي ما تخرجت وانا حامله ما عارفاش راسي حامله خرجتي عنده حامله وجابني غير لدارنا جابني غير لدارنا بان غادي يرجع يديني حيت انا مع لوحم ما كنتش عارفه وتشديت مع باه وواحد اختو قالت لك علاش فهمتي ما قالت له امو سير ديها لدارهم دابا اللي كاينه اختك هنا ديها لدارهم حتى تبرد هذه وجيبها عندهم هما واحد السوق ديال السبت ديال الحد والاربع في المنزل ومشاو خوتي تسوقوا نهار الحد صابوه كيبيع الفراش هو منين شافو فاش شافهم هرب ولكن خويا عقل شنو عندي في البيت هو خدا القرار انك مشيتي بحالاتك الله يعاونك هو دابا المشكله هو جابني للدار كان غير ماشي يعني صافطني لدارنا ماشي مشكل انا ما ديت والو هو الحوايج فاش هزيت انا اللبس راه هو اللي عطاني بيديه ما ندي للدار المهم حامله هذا قال لك هذاك الشيء اللي في الكشره ديالي ولا تا هو دار بحال ما فراسي واش الخبار وما فراسيش انا ما عارفاش ايه حتى انا براسي ما عرفتيش وانا ما عرفت حتى راه شهري هذاك راه الشهر التاسع كنت ضعيفه وما عنديش الكرش والله بنت عمي انا ما عارفاش كاع شهور ما عرفتيش راسك انا راني جيت لدارنا حتى شي واحد ما قالها لي وكان مشي للحمام كاين الناس ما يمكنش ايوا العاده الشهري اول حاجه ما تبقاش انا راه جيت لهنا للرباط الكرش كتكبر انا جيت لهنا للرباط خدامه هنا في دار ب 6000 ريال ايوا وانا حامله وما عارفاش غريب هذا القرد واه كنت خدامه هنا عند وحده في وزاره الداخليه وراجله في القرد الفلاح ايوا كان ربي لهم وليدي ايوا تلقيتي راسك تولدي وانت ما عارفاش راك حامله ما عارفاش ايوا ملي غتمشي عنده ما غاديش يعقل عليك ما قالش هو كان عارف باني حامله عارف هو كان عارف ولكن انا ما بقاش فيا المشكل ديالو هو انا بقى فيا المشكل دمي مال امك امي ملي قالت لها لعند اختي الا كان الا تزاد ما نعرف المهم داك الشهر الفلاني راه ولا تزاد في الشهر الفلاني راه ديال يعني امك كتلصق لك بكري هي طبيبه لا امك كتلصق لك ملي كانت تقلبك ملي كانت تقلبك هي راه يعني شوف يعني كتلصق لك مونتيف باش غتمشي للحبس والتقليد علاش بنادم يهز عليه التقليد فلان ولاد فلان ولا وهي شغلها ملي ولدت في صفرو ولدت وليد كاين شوه الله عند باه بحال زعر خرجت اختي بنهار الخميس امي كاينه في السوق والله لا عندي ما جات المهم كان الاضراب ديال الطبه واحد الطبيبه جات قالت لي كاين اضراب غنخرجك يعني ما خلصت حتى حاجه إيه؟ خرجت مشيت عند ديك اختي من امي ولدك واحد اختي من امي واه ديت ولدي ومشيت جلست عندها 11 يوم يلا وصلت ديك العشيه اللي خرجت من الطبيب وصلت قالت لي صبني لي المانطا ديال ولدي هذه اختي مشيت للواد كنصبر وانا يلا خارجه من الطبيب نفسها يلا يومين المهم جلست معها 11 يوم دبرات لي في وحده فاش تخدمي قالت لك غتمشي عندها تجلسي معاها تتبراي وتمشي لها قادر تخدمي انا نربي لك الولد انا هزيت دوك الوراق ديال الولد وديتهم تبعاتني هي المحطه ديال الكار حيداتهم لي حيدات لي الوراق المهم مشيت مع ديك بنادم مشيت معاها الميسور خليتي الولد خليت لها الولد خليته لاختي هذه اختي من امي خليت لها الولد ومشيت وصلت الميسور فين انا نمشي فين نلقى راسي ضحيه مشيت فين مشيتي بس عند الباترونه ايه ها مونتي فخر يعني دار ديال الدعاره صيفطك اختك عارفه عارفه فين صيفطك عارفه سيري تخدمي جيبي الفلوس ماشي مشكل وهذه اللي داتني الولد حنا ربي وهذه اللي داتني عارفه حتى هي ولدي فين كاين فين مشى وهي وحده اخرى يعني شاركين ثلاثه ديال الناس حيت اختك غبرات لك الولد من بعد اختي وحده البولمانيه ثلاثه بيهم عارفين الى يومنا هذا عارفين شنو قالت لك ولدي فين ولدك فين هو قالت لي مات فاش مشيتي انت لدار هذاك مات الولد مات قالت لك اي مات الى مات كاينه شهاده الوفاه الى مات كاين القبر الى مات ما عطاتني حتى حاجه ما كاين والو المهم دازت مده تلاقينا في دارنا دخلتي بعد ديك الدار خدمتي دخلت لديك الدار عشت فيها ما نكذبش عليك عشت فيها اللي كان خاص كملتيه تلاقيت بواحد بنادم هو خرجني من تماك ولا هو بنادم هو خرجني من تماك خرجك مع انك من ديك الدار هو خرجني واحد بات بنتي دابا هو خرجني من تما بقيت معاه يعني انك شنو خرجت هو كان وفر لك الحمايه كان واحد من هذوك الناس اللي كيدوروا تما كان شافني معاها وخدا النمره التليفون ديالي ومشى بحاله وكان خدام في الرباط ومشى هي هذيك حتى
تقريبا نقولي عام. المهم نقدك من ذاك الجحيم. هو جا ونقذني من تماك. انا اللي كيبقى فيا ان واحد خويا كان كيجي عندي ثالثه باش كيعطيه فلوس. كاين مشكل دايز داك الشيء حلال مقبول. دابا ما كيفكروكش مني كتجيبي دوك الفلوس. لا فتي مثلا هاد العيد يهزو التليفون ويقولوا لك اجي تعيدي. علاش ما تيفكروا؟ تعرفي؟ مقابلين مع الاسف هادشي في المجتمع ديالنا البنات كيضربوا تيديروا هاد الخدامي في الدعاره وبنات الليل وخوتهم عزاله ولا كياخذوا الفلوس. داز الوالد ديالي في الحبس شد الوالد مع ولد عمي كنضرب خويا وضرب اختي وبا يعني داروا داكشي الفلوس وداكشي شدوا الوالد ما عندوش الميل فغي شدوه المهم باش يحيد من الطريق. عافاك خلينا ماشي عافاك بنتك دابا شنو ولدك وبنتك فين هما؟ الولد ما عرفاش اختي هي ومين هذا؟ شحال من عام؟ عنده 10 سنين تلاقينا في الدار واحد النهار صدفه شدت هي وبا ويقول لها هكا نوره معاه في الدار كيعيطوا غير نوره خفيف نوره خدمات لك على ولادك ربيتيهم وانا دابا في وسط الدار هتجيني الودنيه هذيك ولدها بعتيه ديك الطريقه ديال ولدها بعتيه فهمتي يعني انا تما تصدمت. شتي باش قلتي ما كاين لا نور لا حياه لا تما تصدمت يعني كنعرف الولد بانه باقي حي. شو شحال ديال التقليد 10 سنين دابا عنده شو شحال ديال